عيال والله سواها وربي سواها المجنون، سواها المخرج الذي صعب يتكرر جدا. كريستوفر نولان يا جماعة يعلنها ويفجرها رسميا، فيلم أوبنهايمر يحتوي على صفر مؤثرات بصرية، صفر سي جي اي. تعرفوا ايش يعني صفر مؤثرات بصرية؟ يعني حرفيا كل شيء راح تشوفه داخل فيلم أوبنهايمر فهو حقيقي 100%، ما فيه اي تدخل رقمي نهائيا. طيب يا وجيه، الفيلم يتكلم عن القنبلة النووية صح؟ يب صح. واكيد داخل الفيلم بنشوف تجسيد للقنبلة النووية صح؟ غالبا يب. طيب إذا ما في مؤثرات بصرية داخل الفيلم يا وجيه، هل معناته إنه كريستوفر نولان فجر قنبلة ذرية حقيقية؟ مستحيل يعني، بس أكيد سوى سيميليشن مصغر كذا. أنت كمان شغل لي مخك. يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. حياكم والله في سلسلة شخبار هوليوود، السلسلة اللي نناقش فيها آخر أخبار الأفلام والمسلسلات والأنميات وأي شيء له علاقة فيهم. وكالعادة مش حطول عليك لأني مدرك تماما إنه وقتك مرة ثمين عزيزي الوجيه، فهب لنا لايك أنا أفدخ خشمك إذا عجبك الفيديو، طبعا اشترك في القناة لو ما كنت مشترك، وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي أول بأول، وتعال تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، كل شيء راح تلاقيه موجود في صندوق الوصف. غير كذا اربط لي حزامك ويلا بينا نشوف شخبار هوليوود. مؤسس موقع IMDB يا جماعة والرئيس التنفيذي للموقع في نفس الوقت، واللي اسمه كولين نيدام إذا ما خاب ظني، الآدمي هذا مرة مدمن متابعة أفلام، مش مسلسلات وأنميات لا، بس أفلام، يموت في أم الأفلام. لا تقول لي تابعت 100 فيلم، لا تقول لي تابعت 1000 فيلم، الآدمي هذا يا واد محقق رقم قياسي في متابعة الأفلام. أصلا أسس موقع IMDB من حبه للأفلام، وفي سنة من السنوات أمازون جات واشترت الموقع منه ب$50 مليون تقريبا، وحتى بعد استحواذ أمازون على الموقع حطوه رئيس تنفيذي، ما طلعوه برا لأنهم عارفين إنه الرجال يعرف شغله وفاهم الدنيا. المهم يا جماعة إنه الآدمي طلع قبل كم يوم وأعلنها رسمياً إنه تابع حوالي 15,000 فيلم، أو بالتحديد 14,939 فيلم. هذا هو الشغف، لا قالوا لك شغف. وأنا بالنسبة لي جاني فضول بعد ما قرأت الخبر هذا، قلت يا ولد خليني أشوف أنا كم تابعت فيلم. أوكي الرقم ما هو دقيق لأني أحياناً بعض الأفلام أتابعها وما أروح أقيمها، فما تطلع لي في قائمة الأفلام اللي تابعتها على الموقع IMDB، ولكني دخلت واكتشفت أني متابع حوالي 700 فيلم بس. أخ عليك يا وجهي، 700 فيلم، الرجال وصل حوالي 15,000 فيلم. طيب إيش أسوي يا جماعة؟ أنا أصنع محتوى ولا أصور ولا أكتب ولا افتح بثوث؟ ايش اسوي بالضبط؟ المهم ما عليك مني عزيزي الوجيه، انت كم تابعت فيلم تقريبا؟ بس فيلم، خلي المسلسلات على جنب، خلي الانميات على جنب، كم تابعت فيلم حي في حياتك؟ اذا تقدر تحصيها ولا اكتب لنا رقم تقريبي. والمخرج مات ريفز او مات ريفز ايا كان نطق اسمه، واللي اخرج لنا فيلم ذا باتمان الجزء الاول واللي كان من بطوله روبرت باتنسون، يوعد الجمهور بان الجزء الثاني من ذا باتمان راح يكون فيه شغل كثير وافضل بكثير من الجزء الاول. صريح جريء ومبكر زي كذا، أهني صراحة عليه. وأنا آسف لكل عشاق ذا باتمان وكل عشاق عالم دي سي بشكل عام، ولكن هذا الفيلم راح نشوفه في سنة 2025 إن الله أعطانا عمر. اسمع عليه، تذكر كلام اللي دائما أقوله لك، لا تحسب الوقت وراح يعدي. وأخيرا أخيرا 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 أخيرا، يوم الخميس الموافق 20 يوليو، وفي حدث سان دييغو كوميك كون العالمي، راح يتم الإعلان عن أشياء كثيرة في عالم الألعاب والأفلام والكوميك وين كان، ولكن أحد أهم الأشياء اللي راح يتم الإعلان عنها داخل هذا المعرض هو الموسم الثاني من مسلسل الأنيميشن إنفينسيبل. شكرا يا شيخ، هرمنا هرمنا يا رجل، من سنة 2021 وأنا انتظر الموسم الثاني. أما ما تعرف إنفينسيبل، اخس عليك اخس عليك. تحب الابطال الخارقين؟ تحب الانيميشن؟ تحب الاعمال الجريئه في تقديم العنف والاشياء اللي فيها تبقيص؟ خلاص الان سوي لايك للفيديو وصور البوستر تبع المسلسل وروح تابعه، موجود على امازون برايم او في منصات اخرى الله اعلم. صدقني بتشوف من الجرأه في الطرح والكتابه والاكشن. يا عمي انا ليش ابرر؟ ليش ابرر؟ روح تابع الموسم الاول الحلقه الاولى، صدقني راح تلقم الهوك على طول، بس لازم تتابع الحلقه الاولى كامله. اوكي موسم اول نازل منه كامل والموسم الثاني قادم قريبا. وبما انه فيلم اوبنهايمر يا جماعه صار مره قريب، يؤسفني اقول لكم انه كريستوفر نولان خرج شويه يعني عن المعتاد. وبالفعل في فيلم اوبنهايمر كريستوفر نولان صور مشهد جنسي، ما هي عوايد نولان. المشكله انه مش مشهد جنسي كذا سريع وخلاص، لا مشهد يقولون طويل شويه، كونه مشهد جنسي. انا افتكر اني دافعت عن كريستوفر نولان في مجموعه فيديوهات سابقه وقلت انه كريستوفر نولان ما يحط مشاهد جنسيه غالبا في افلامه، وبالفعل
مثل، ارجعوا لأفلام كريستوفر نولان القديمة، مشاهد يدوب بوسة بوستين حضن حضنين وخلاص، ما يركز على الأشياء ذي. ولكن الحمد لله أحب أقول لكم إن الفيلم ما راح يتم منعه عندنا، لأنه غالبا الجهات الرقابية راح تنقح أو تطلب منهم تنقيح هذه المشاهد وإزالتها من الفيلم بحيث يتم عرضه عندنا من دون أي مشاكل، لأنه مشاهد جنسية إيش راح تضيف كثير للقصة يعني، ممكن شيء بسيط بس إحنا ما نحتاجه صراحة. وتعال خليني أصدمك شوية، بما إنه فيلم أوبنهايمر مسوي ضجة هذه الأيام، تدري إنه كريستوفر نولان ما جاته فكرة تحويل قصة أوبنهايمر إلى فيلم حقيقي إلا بعد فيلم تينت، ومش بس بعد تينت، بعد حفل انتهاء تصوير فيلم تينت. في حفل كذا يصير بعد انتهاء الفيلم دائما، يعني كل فيلم ينتهي يسوي فيه حفله، يتقهوا ويشربوا ويحلوا وينبسطوا، واحد ابطال فيلم تينت اللي هو روبرت باتنسون راح وجاب هديه لكريستوفر نولان، قال له خذ الكتاب هذا هديه مني. وايش الكتاب هذا يا جماعه؟ كتاب يحكي قصه اوبنهايمر. يقول نولان قرات الكتاب، يا ولد ايش القصه الحلوه هذه، القصه هذه لازم تصير فيلم يا ولد. طيب حلو، سالوه بعد يوه الادم يهديك كتاب ويلهمك انك تسوي فيلم جديد، كان تعطي اي دور في الفيلم يا ابويا، ما في اي دور لروبرت باتنسون في الفيلم. ورد عليهم كريستوفر نولان قال والله كانت الفكرة مطروحة بس الرجال مشغول، يعني ايش اسوي، اسحبه من افلامه واقول له لا كنسل عقودك تعال معاه؟ يعني بالله تخيل انك تهدي شخص كتاب وبعد فترة تلاقي الكتاب هذا محول الى فيلم بسببك، ومين المخرج اللي حوله لفيلم؟ كريستوفر نولان شخصيا. عن اي فخر نحن نتحدث يا جماعة؟ طيب Good for you, Robert Pattinson. وكمان خبر سريع يا جماعة عن فيلم أوبنهايمر، يقول روبرت داوني جونيور إن فيلم أوبنهايمر راح يثبت للعالم إن السينما ما زالت صاعدة وسوف تستمر في المضي قدما. لأنه لو فاكرين يعني وبعد انتشار المنصات الرقمية نتفليكس ديزني بلاس بلا بلا بلا، كثير مخرجين خرجوا عن صمتهم وقالوا إن السينما جالسة تنحط، الأفلام الرخيصة جالسة تنتشر بكثرة، والسينما سوف تختفي بشكل تدريجي، ساعدونا على الحفاظ على السينما بلا بلا بلا. خلاص يا وجيه وصلت الفكرة. روبرت داوني جونيور يقول انه فيلم أوبنهايمر راح يثبت العالم ان السينما ما زالت موجودة مهما انتشرت وسائل او منصات الترفيه والمشاهدات الرقمية. صح؟ يب. ايش بك معصب؟ طيب وفيلم ميشن امباسيبل الجديد يا جماعة للنجم الكبير توم كروز يحصد تقييمات اولية بنت 66 اولية. يا رجل اول مرة اشوف فيلم ياخذ تقييم على موقع الطماطم الفاسدة 101%. يب، في اول كم يوم عرض له اخذ تقييم 101%. كيف لا تسالني، جليتش خطا تقني ايا كان، 101%. وفي موقع IMDb تقييمه الى الان 8.4/10. الفيلم وصفه البعض بانه احد اروع افلام الاكشن على الاطلاق، ووصفه البعض الاخر بانه افضل اجزاء سلسله ميشن امبوسيبل، واللي راح اختلف معاهم شويه فيه. وللامانه قليله جدا هي الاراء السلبيه اللي قراتها عن الفيلم، ولكن وبالنسبه لي انا تابعت الفيلم قبل كم يوم، يعني افترض وقت نزول الفيديو هذا احسب يومين ثلاثة ايام انا كنت متابع الفيلم، ولا راح اختلف مع المطبلين والشبيحة، بالعكس رأيهم يحترم جدا. اوكي الفيلم جميل والاكشن فيه رهيب، وكعادة توم كروز يقدم ادوار جدا رهيبة وما عليها اي غبار، فضلا عن انه القصة للامانة كانت متماسكة بشكل مرة جيد. بس يا جماعة انا ما ادري، هو انا تشبعت من الاكشن ولا سلسلة ميشن امبوسيبل جالسة تعيد نفسها كل مرة بشكل مختلف؟ لاني صراحة بديت اطفش من الافكار الكليشيه، قنبلة يتم تعطيلها في اخر ثانية، شخص بيطيح يتم انقاذه في اخر ثانية، حرفيا الفيلم فيه مجموعة مشاهد كبيرة عبارة عن آخر لحظة أو الكليشيه المسمى بآخر لحظة. بس ما يخالف، النهاية فيلم أكشن وهذا جو السلسلة مو غلط. وترى ما أكذب عليكم أنا مرة استمتعت في الفيلم، بس في شوية شغلات كذا زعجتني ولا تذكر صراحة يعني. بس للأمانة المتعة اللي استمتعتها في الجزء الأخير من ميشن إمبوسيبل ما كانت بقدر المتعة اللي استمتعتها بجميع الأجزاء القديمة الميشن إمبوسيبل. الأجزاء القديمة استمتعت فيها بشكل أكبر للأمانة، يمكن لأنها كانت تجربة جديدة ولسه جالسين نسبح في عالم ميشن إمبوسيبل الله أعلم. ولكن يا جماعة وللأمانة أكثر شيء جذاب في هذا الجزء الجديد من ميشن إمبوسيبل وإنه الشرير أو الفيلن في هذا الفيلم حاجة مرة مختلفة ومميزة جدا، وأشكر أم الكاتب عليها، وقدروا يوظفون فكرة الفيلن الجديد والمميز هذا بطريقة جدا عبقرية. طيب إذا تحب الأكشن وسلسلة ميشن امبوسيبل احجز تذكرتك في أقرب فرصة وفي أكبر شاشة. عموما يا جماعة فيلم ميشن امبوسيبل تقريبا ميزانيته حوالي 300 مليون أو بالتحديد 290 مليون، ولكن تذكروا كلامي وسجلوه عندكم، إذا ما جاب الفيلم في أول شهر له أكثر من نص مليار دولار أو نص مليار دولار أو حوالي، اتوقع بيجيب اكثر كمان. وخبر رائع 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 جدا لمحبي سلسلة الرعب 28 ويك ليتر و 28 يوم ليتر 28 دايز ليتر. ايش قاعد تقول يا وجيه؟ 28
week later أو 28 days later. عموما فيلم بعد 28 أسبوع فيلم رعب نزل سنة 2007، يعني لما كنت في الثانوي أنا ما كنت وقتها قاعد أتابع بريزن بريك الظاهر. أحب أقول لكم يا جماعة أنه جاري العمل على جزء جديد من هذا الفيلم راح يكون بنفس الاسم 28 week later، وللحين ما في أخبار هل بيكون نفس الفيلم ويعاد إنتاجه ويتم تغيير قصته، ولا راح يكون جزء ثاني مكمل للقصة بطريقة ما، ولا راح تكون قصة مختلفة الله أعلم. ولكن إذا جاتنا أخبار أكيد راح أشاركها معك. وفي حال أنك ما تابعت الجزء الأول اللي نزل سنة 2007، أحب أقول لك لا يفوتك ولا يغرك إنه الفيلم قديم شوية. فيلم يتكلم عن الزومبي، ومين في هذا العالم ما يحب أفلام الزومبي؟ ويتكلم الفيلم بشكل كده مرة مرعب عن تفشي وباء الزومبي بطريقة مرة مرعبة ومخيفة. خلاص الكلام، إذا ما تابعت الجزء الأول تابعه، قريبا راح نسمع اخبار بخصوص الجزء الثاني اللي بينزل الله اعلم متى. وفي حال انه ما جاتك الفرصه مثلي وما قدرت تشوف فيلم ذا فلاش الجديد في السينما، احب اقول لك لا تحجز تذكره الفيلم في السينما، لانه الفيلم بعد حوالي 10 ايام راح ينزل بجوده رقميه عاليه، وتقدر تتابعه من البيت، اللابتوب، البي سي، التلفزيون، ولا من الجوال يا ابو جو. حلو والله يا جماعة، التلفزيون الرقمي أو المنصات الرقمية هذه مسوية شغل. ومين المستفيد في النهاية؟ أنا وإنت والناس اللي ما عندهم سينما في مدنهم أو ما في سينما في دولهم. جدير بالذكر يا جماعة أنه فيلم ذا فلاش يعتبر خسران إلى حد ما، لأنه ميزانيته 200 مليون والإيرادات اللي قدر يجيبها فقط حوالي 250 مليون. أنا للأمانة كنت متوقع أكثر صراحة الفيلم ذا فلاش، ولكن يا واي نوت، 10 أيام ونشوفه من بيوتنا وإحنا مرتاحين. ولو تابعتوا الفيلم يا جماعة اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، بالذات لفيلم ذا فلاش، لأن مرة مهتم أعرف آرائكم. وبالحديث عن الأفلام اللي راح تصدر بجودات عالية أو صدرت بجودات عالية، فيلم Guardian of the Galaxy الجزء الثالث توفر وتقدر الآن تشوفه من البي سي، من اللابتوب، من التلفزيون، ولا من الجوال يا أبو جو. جنن، لا يفوتك متابع المارفل، لا يفوتك Guardian of the Galaxy الثالث الآن تشوف واحد من أروع أفلام السنة. وفيلم باربي يا جماعة فتح الحجز المبكر في مجموعة دول، ولكن من الزحمة اللي صارت في الحجز المبكر في دولة أمريكا فقط، متوقعين أن الفيلم يحقق في أول أسبوع أكثر من 120 مليون دولار. دايم باربي، باربي 120 مليون دولار، ايش سويتي في العالم يا باربي؟ قاعد اكلم واحد من اصحابي قبل كم يوم عن فيلم باربي، قال باربي لها فيلم ايش، كرتون ولا ايش؟ قلت لا فيلم حقيقي. قال طيب وليش مسوي زحمه؟ قلت والله ما ادري، مارك روبي. قال ها؟ قلت له مارك روبي. قال عشان كذا. قلت والله ما ادري، مارك روبي وكمان في راين جوسلينج. قال اوكي اوكي وضحت الفكره. فان سيرفيس، اول مره تسمعون بمصطلح فان سيرفيس حقين الافلام صح؟ قصه طويله. عموما يشاع يا جماعه بانه فيلم باربي راح يتم منعه في عده دول، علما انه تاجل عندنا الى حوالي 20 او 40 يوم، بحيث نروح نتابع اوبنهايمر براحتنا ما يتعارض مع شيء. ولكن ربما يتم منعه في حال انه طلع فيه شويه خرابيط واجنده وقله حياه. الرقابه عندنا تقريبا اجلوا الفيلم شويه، دفوه قدام على بال ما يراجعوا الفيلم ويشوفوا اذا فيه قله حياه ومسخره واجنده، ويقرروا على ضوها هل يتم منعه ولا يتم عرضه. بالنسبه لي I don't care. وبالحديث عن فيلم باربي يا جماعة وخبر شاطح شوية، جميع ممثلين وطاقم عمل فيلم باربي عملوا جروب على الواتساب، جروب واتساب كده أضافوا كل الطاقم والممثلين والمغنين داخل الجروب ما عدا الممثل مايكل سيرا. يهو عيب عليكم يا جماعة تضيفوا الطاقم كلهم من ممثلين ومدري مين وما تضيفوا مايكل سيرا، ايش في الولد الكندي الحبيب هذا، دمه خفيف ولطيف واحبه صراحة. ردوا قالوا يا ابويا ترى ودنا نضيفه، بالعكس يعني يشرفنا ويسعدنا، بس الرجال يقول لك انه ما عنده اصلا واتساب. اقول لكم حاجه، جواله نوكيا ذاك اللي انفك كذا. ومن هذا المنبر اعلنها يا جماعه، واحب اقول لك يا مايكل سيرا انت اسطورتي وفخر لهذا الجيل، اتمنى اني اوصل لمرحله واستخدم جوال نوكيا علشان اقلل من التشتت التقني اللي قاعد اعاني فيه. اذا وصلت لمرحله انك تستخدم الجوال وانت الله يكرمك في دوره المياه، هذا ترى ادمان، هذا مصيبه، هذا مشكله، هذا لازم تراجع طبيب نفسي. انا ما استخدم الجوال في دوره المياه وانت بكرامه، لا 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 ابدا ابدا ابدا. خبر أخير كمان يا جماعة بخصوص فيلم باربي، يقول كيليان مورفي شخصيا بطل فيلم أوبنهايمر اللي قاعدين يتضاربوا الحين، فيلم أوبنهايمر وباربي، يقول أنصح الجميع أنهم يتابعوا فيلم باربي ويتابعوا فيلم أوبنهايمر، يتابعوا الفيلمين بالعكس عادي ما فيها مشكلة، لأنه ليش لا، لو الفيلمين طلعت رهيبة هذا بيكون انتصار رائع للسينما. يعني أشك أنه فيلم باربي بيكون ممتاز، بيكون فيلم تجاري، واضح انه فيلم تجاري، ايش بيكون يعني؟ في رساله انسانيه ولا راح يغير البشريه؟ ايا كان، انت ايش رايك بكلام الباشا كيليان مورفي؟ تتفق معاه ولا لا؟ هل ناوي تتابع فيلم باربي اصلا ولا لا؟
عادي قول لي ويب مثل ما توقع الكثير، ولو فاكرين في آخر فيديو كلمنا عن أنه الممثل جيمي فوكس حصلت له إصابة أثناء تصوير فيلم Back in Action، وعلى إثر هذه الإصابة حصلت له جلطة وفقد القدرة على المشي والقدرة على النظر، ما عاد صار يشوف، وعائلته وأصدقائه كانوا مخبين على الخبر ولا هم راضين يطمنوا الناس عليه. ولكن أحب أطمنكم يا جماعة ولكل محبين هذا الممثل، جيمي فوكس قبل كم يوم انطبق وهو يتمشى في اليخت الصغيرون تبعه على البحر، أموره طيبة وما فيها إلا العافية، ولابس نظاراته الشمسية ويسلم أموره زي اللوز. بمعنى شنو يا وجيه؟ الأدمي قام بالسلامة. بمعنى شنو؟ أخويانا هذوليك حقين الأخبار شلة مورغن، الأدمي حصلت له بسبب لقاح فيروس مكرونة ومدري إيش. بطلوا الكلام الفاضي، والله مورغن أحسن منهم، يعني على الأقل العالم اللي فيه مورغن عالم سيء، إحنا هنا عالم واقعي. ما أقصد إنه ون بيس عالم سيء، لا والله، أقصد إنه بيئة ون بيس والقسوة اللي داخل عالم ون بيس تستحق واحد شيطان زي مورغن. عموما اي شيء تسمعوه بعد كذا من الميديا وما في شيء رسمي عليه، اسمع من هنا طلع من هنا، لا تاخذه بشكل حتمي ابدا. وختاما يا جماعه، في الفيديو الماضي حكيت لكم عن مسلسل جديد اسمه ذا بير. اوكي مش جديد طازه، نازل منه موسمين الى الان للامانه، وزي ما اتفقت معاكم انا تابعت الموسم الاول وتفاجات اني خلصت الموسم الاول كامل في جلستين. رتم المسلسل مره رهيب، ومده الحلقه الواحده فيه حوالي 20 دقيقه، يعني تخلصه بوم بوم بوم. في حال انك تسال ايش قصه المسلسل، قصه المسلسل تدور داخل مطعم، او بالتحديد داخل مطبخ مطعم، وكيف العمال والشيف او بطل المسلسل يحاولون ينهضون بهذا المطعم ويخلونه على أعلى المعايير. القصة قد لا تكون جذابة بالنسبة لك لما أقولها بهذه الطريقة، ولكن صدقوني يا جماعة المسلسل يستحق إنكم تتابعوه الآن قبل بكرة، لأنه فيه لمسة درامية مرة رائعة، وقد تكون ملهمة ومؤثرة لكثير من المتابعين. وبالنسبة لي خلصت الموسم الأول، وقريبا يمكن اليوم يمكن بكرة أبدأ بالموسم الثاني وأخلصه، لأنه زي ما قلت لكم ريتمه مرة سريع. فأنصحكم أنكم تتابعوه، ولو تابعتوه الموسم الأول والثاني اكتبوا لي تقييمكم لهم في التعليقات. وبس والله يا جماعة، إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. هب لنا لايك لو عجبك الفيديو طبعا، واشترك في القناة لو ما كنت مشترك، وفعل جرس التنبيهات، وتعال تابعنا لمواقع التواصل الاجتماعي، كل شيء عني راح تلاقيه موجود في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.